هناك. أنا ولدت في المحرق ومن ثم انتقلت إلى المنامة. أنا هلي من المنامة أساسا، ولكن كل جيل السبعينات ولدوا في المحرق، فأنا ولدت في المحرق فقط، ولكن بعد ذلك انتقلت للمنامة. وكان بيتنا من ضمن بيوت فريج العمال اللي كان في جبل بناية الكويتي، فولدت تقريبا سنتين أو ثلاث سنوات هناك. عقب انتقلنا إلى منطقة تزنج، ومن ثم انتقلنا كلها في المنامة، يعني كلها في المنامة انتقلنا إلى منطقة أخرى. وبعد ذلك انتقلت إلى مدينة عيسى، فبديت أنا يعني بداية مراحلي في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدينة عيسى، ومن ثم انتقلنا إلى مدينة حمد الآن هو السكن الموجود. بديت أنا الدراسة طبعا في مدرسة عثمان بن عفان في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدرسة مدينة عيسى الثانوية. كنت متفوق في دراستي من الصف الأول حتى الصف الثاني إعدادي ثاني ثانوي، وهذه نقطة جميلة لأن هي كانت يعني نقطة تحول في حياتي. يعني كنت متفوق وكنت من الأوائل من الصف الأول إلى صف الثاني ثانوي. دخلت علمي ليس رغبة مني بأني أدخل علمي، ولكن كنت أتمنى أن أكون طبيب أطفال، فدخلت العلمي على أساس أن كان خرجني أن أكون طبيب يعني أو كان طبيب أطفال. لكن للأسف الشديد في الثانوية العامة ما جبت مجموع يأهلني أني أنا أكون في الطب، يعني لأسباب كثيرة، وكانت هذه نقطة التحول في حياتي أن أنا أكون متفوق بعد ذلك، لأن أنا يعني ما حققت حلمي في أني أنا أسويه في أن أنا أكون طبيب. فالمجموع اللي جبته في الثانوية ما أهلني، وهذه كان بالنسبة لي صدمة لأن أنا كنت متفوق طوال مسيرة حياتي، فجيت في المرحلة الفاصلة والنهائية اللي هي الثانوية العامة ما جبت النتيجة، ولا جبت النتيجة اللي كانت يعني ترضيني بالدرجة الأولى. فهني تغير الموضوع بالنسبة لي كامل. بعد ذلك أنا اتخذت قرار أن أنا أكون عصامي. إحنا عائلة عصامية بشكل عام، يعني الوالد عصامي، عمامي عصاميين، أنا عصامي أيضا. فطلبت من الوالد ان انا ابدا اشق طريقي بنفسي، يعني ان انا ابني حياتي بطريقي وباموري ذي كلها. عملت في اكثر من مجالات في البدايه، يعني عملت في مصنع صغير في فتره الصيف، عملت في مصنع صغير كان فتره 3 شهور كنت اتعلم وكذا. بعد ذلك عملت في وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه، وعملت في مركز التاهيل الاجتماعي لمده 3 سنوات. بعد ذلك طلبت يعني ان كان شغفي اني انا اكمل الجامعه، كان حلمي اني انا اكون جامعي واكمل الجامعه، فبديت ادرس في جامعه البحرين. في ذاك الوقت كانت الجامعه مكلفه، وكان يعني صعب انك انت تدخل اذا ما كان مجموعك اهلك، الا تدخل في كورس معين يسمونه تعليم المستمر. كان اول راتب استلمته كان معاشي كان 184 و600 فلس، وكانت الجامعة في ذاك الوقت المادة الواحدة ب500 دينار. فاضطريت أني أنا كنت أخذ أول قرض على أساس أني أنا أكمل دراستي الجامعية، فكنت أدرس الجامعة وكنت أشتغل وأدرس الجامعة، كان مؤمن بأن الجامعة هي السلاح والأمور. بعد ذلك تميت 4 سنوات في وزارة العمل، خلصت الجامعة اللي هو خلصت في التعليم المستمر وليس البكالوريوس. انتقلت بعد ذلك إلى وزارة الإعلام، عملت في وزارة الإعلام. الآن أنا أكمل ربع قرن في عملي في وزارة الإعلام، عملت مع 10 وزراء إعلام ولا زلت موجود في الوزارة. في وزارة الإعلام أول ما بديت في وظيفة يعني بسيطة جدا 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 بسيطة، يعني ولكن كنت أنا كان عندي طموح أني أنا أكون، فبعد ذلك صرت سكرتير في الوزارة، وكان عندي طموح أني أيضا أصير، فكنت كاتب ورقة صغيرة اسمها السكرتير الذي أصبح مديرا، فكان بالنسبة لي هو اللي يخليني إني يعني أبي أطور من نفسي وأشتغل. بعد ذلك الحمد لله تطورت من وظيفة بسيطة إلى وظيفة سكرتير إلى مدير مكتب، إلى صرت بعد ذلك مشرف المعلومات، بعد ذلك صرت رئيس الخدمات الإعلامية، بعد ذلك صرت قائم بأعمال مدير المطبوعات، بعدين صرت مدير المطبوعات، بعدين صرت مدير وسائل الإعلام، بعد ذلك صرت مدير التلفزيون، بعد ذلك صرت مدير وسائل الإعلام. فانتقلت برحلة كبيرة في وزارة الإعلام، وانتقلت فيها من 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 موظف صغير إلى الحمد لله تدرج في الوظائف اللي موجودة ذي فيها. طبعا لا زال كان وأنا أدرس كملت البكالوريوس إعلام، وأنا أول يعني من أوائل الخريجين
اللي درسوا اعلام في 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 البحرين. بعد ذلك انتقلت درست ماجستير من الجامعه الاهليه، ماجستير اعلام ايضا، وكان لا زال حلم الدكتوراه كان يراودني في هذا الموضوع، حتى دخلت جامعه البحرين، جامعه الخليج العربي، وحققت على الدكتوراه في الابتكار، في فلسفه الابتكار، في او في اداره فلسفه الابتكار من جامعه الخليج، وانا يعني كنت من اوائل الخريجين لبرنامج الابتكار اول ما بدا البرنامج. حالة الاجتماعية، احنا حالة من عائلة المتوسطة او الميسورة، الحمد لله انا ميسورة، ولكن كان عندنا نظام الديمقراطية في البيت كبير، الوالد عملنا كاخوانا كاصدقاء اكثر، كان عنده مبدأ من كبر ولدك خاوة، وهذه المبدأ اللي احنا مشينا فيه، علاقتنا علاقة العائلية تسودها الاحترام والمحبة والمودة والتقدير الدائم، انا الاخ الكبير للاخوان، ويعني وانا عندي اخوين اثنين وعندي اخت، عائلتنا على جدا مترابطة وجدا متحابة وجدا فيها التسامح وفيها التعايش، يمكن لان احنا عشنا بعد في المنامة جزء كبير، فكانت العوائل كلها مرتبطة مع بعضها بعض ومتداخلة مع بعض، نقلنا هذه القيم، وهذه القيم تنقل من الجد الى الوالد الى نحن، فكانت في عندنا قيم وطنية وقيم. شوف أنا الحمد لله يعني في الفترة الأخيرة بديت أهتم بتوثيق تاريخ البلد، دائما كنت أقول أن التاريخ يحفظ أو هوية الوطن تحفظ من شغلتين، من الوثائق أو من ذاكرة الناس الشفاهية، وأنا خذيت الجانب الآخر اللي هو جانب التوثيق الذاكرة الشفاهية في البحرين، بديت فيه من خلال أول برنامج عملته اللي هو برنامج سيرة ومكان، وبرنامج عزوتي وناسي، وبرنامج محطات، كان يوثق سير الشخصيات. اكتشفت بأن هناك في كثير من الأحداث الوطنية اللي مرت فيها البحرين كانت موجودة في ذاكرة الناس وليس موجودة في الكتب ولا في الإصدارات، فاتجهت إلى هذا المجال، أن أنا أولا حرصي وحبي للوطن وحبي لتاريخ وطني وشيء اللي يخليني أبعث بالفخر والاعتزاز لكل إنجازات هذا الوطن، كان يحتم علي أنا بصفة شخصية وليس كمؤسسة، بصفة شخصية أن أنا أوثق سير الشخصيات. أنا أعتقد أن اليوم يعني وأنا أشجع الناس وأشجع أقرأ ثم أقرأ ثم أقرأ، لأن القراءة تنمي مخك وتنمي ألفاظك وتنمي أيضا إدراكك ويفتح لك مجال رحب من التفكير ومن الفلسفة ومن النقد وأيضا من الاطلاع على تجارب الآخرين، وعادة الكتاب الآن هو اللي يرسخ وهو اللي يثبت، يعني مع رغم أن هناك في وسائل أخرى أو وسائط أخرى، ولكن يظل الكتاب هو سيد الذاكرة وسيد الموقف. يعني أنا أعشق العمل، أنا شخص أحب العمل، أحب عملي كثير كثير كثير، أحب عملي وعمري ما نظرت إلى الوقت اللي أنا مش كثر أقضي، يعني ما قط في حياتي شفت أنه لازم أدش هالكثر وأطلع هالكثر، أنا شغوف، أنا عندي شغف، والشغف عندي احيانا شغف متعدد، يعني ممكن ان انا اعمل في نفس الوقت واسوي مارس هواياتي في نفس الوقت واقرا في نفس الوقت وابدع في نفس الوقت، واعتقد لما انا اكون تحت ضغط اليوم دائما اؤمن بمقوله ان الوقت اللي انت تضيعه غيرك يبني مجدك فيه او يبني مجده فيه، فانا دائما اقول شوف ان الوقت جدا مهم، وعامل الوقت هو اللي يخليك تبدع وهو اللي يخليك تسوي ويخليك انك انت يكون لك قيمه في هذا المجتمع، لان دائما نقول كيف تترك اثر، وهذه النقطة اللي أنا دائما أقولها، أنا اليوم وجدت في هذه الأرض أو وجدت في هذه الدنيا، ما هو الأثر الذي سوف أتركه؟ الإمام الرافعي يقول لقد مروا من هنا وتركوا أثر، اجعلنا اللهم رب العالمين من الناس اللي تتركون أثر في هذا في المجتمع. يعني كل تجربة علمتني، كل تجربة صقلتني، كل تجربة أعطتني ثقة، كل تجربة أعطتني معرفة، كل تجربة خلتني أنا يعني أتعلم أكثر وأسوي أكثر، وكل مرحلة من حياة كل إنسان لها تجربة، يعني أنا كنت أخذ حياتي بمراحل، مرحلة هذه مرحلة ذي مرحلة ذي، حتى تجد نفسك في المكان اللي أنت تشعر فيه أنك أنت تقدر تعطي، فالتنوع اللي كان موجود في حياتي أنا أعتقد يعني صقل شخصيتي كثير، وخلاني أتعرف على الناس أكثر، وخلاني أتعمق في ثقافة كل مجال دخلته، أنا ما كنت أخذ المجالات مجرد أن أخذها لمجرد أن شغلة أو طربة، لا، وإنما كنت أخذها كشغف، فالشغف لما تحب أنت شيء تحب أنك أنت تتعمق فيه وتتعلم منه وتستفيد منه وتطالع منه.
أنا دخولي المجالات اللي دخلتها يمكن كلمة للوالد الله يحفظه دائما كان يشبهني بالدريمز، كان يقول هذا يوسف دريمز، وايد كان حالم. أنا بالفعل كنت في كل مراحلي كنت أحلم وأحقق أحلامي، لكن ما كنت أحلم وبجرد أحلام وهوى، لا مجرد كنت أحلم أحول هذا الحلم إلى هدف، وأحول الهدف إلى خطط، وأحول الخطط إلى عمل. فكانت هذه بالنسبة لي تسلسل كل شيء اللي أشوفه فيه. والله أنا أنافس نفسي، يعني أنا كشخص أنا أنافس نفسي، أنا أنافس يوسف الأمس واليوم، أنا بكرة أنافس يوسف اليوم. يعني أنا الشخص اللي أنا أنافس نفسي فقط، يعني أنا أعتقد أنه يعني ما أنظر للآخرين، أحترم كل الموجودين وأقدر كل الموجودين، ولكن أنا أفرح لنجاح الناس وأفرح لنجاحاتهم وأفرح لإنجازاتهم، لأن كل واحد فينا لا الله كاتب له مساره، ما حد يأخذ رزق الآخر، كل واحد عنده مساره. فأنا إذا كان الشخص اللي أنا كل يوم أتحدى هو تحدى يوسف محمد الأمس، هذا الشخص اللي أنا أتحدى يعني. أما الآخرين من يزعل ويتضايق، أنا خلنا أخذ الجانب الآخر، أنا أشوف إن في جانب آخر، الناس تحبك وناس تقدرك وناس تحترم عملك وتحترم جهدك أمور، وفي أي مجال من المجالات هناك من يعني يفرح لك، وهناك إحنا نفس بشرية يعني بشكل عام يعني، ولكن يبقى إنك أنت لا تلتفت حقها. أنا لا في حياتي ما التفت إلى الخلف، دائما أشوف إن الهدف قدام، يعني ما ألتفت ولا أستمع للأصوات المحبطة ولا أرجع للخلف، طول ما أنا مؤمن بالعمل اللي أنا قاعد أسويه لا يضايق أحد ولا يزعل أحد ولا يأخذ رزق أحد، فأتوكل عليه. شخصية عملت معاها أعطاني جانب مضيء في حياته كنت أتألم منه، يعني ليس هناك في شخصيات، ولكن في شخصيات يعني عصامية تعلمت منها الكثير، في شخصيات عندها فكر جميل، في شخصيات ما ظهرت للناس كان عندها إنجازات كثيرة لكن ما ظهرت للناس لحيائها أو لخوفها أو لمثلا ما كان سلط الضوء عليها الإعلام. في خلال البرنامج دي سلطنا على كثير من الشخصيات وتعلمت من الشخصيات كثيرة. محمد كل شخص في حياتك تصادفه تتعلم منه، أما تتعلم منه درس أو أن تتعلم منه ألم، ولكن أغلب الناس الحمد لله اللي قعدنا معهم علمونا، تعلمنا منهم، تعلمنا من منطوقهم، من ثقافتهم، من فكرهم، من حياتهم، من مراحل حياتهم. احنا اليوم في الحياة بشكل عام الحياة هي مدرسة تعلمك كل يوم حصة، كل يوم درس تتعلمه. إذا ما تأخذ كل يوم تتعلم وتضيف لنفسك وتضيف من فكرك ومن أسلوبك ومن تعاملك، ويكون عندك ذكائك العاطفي وذكائك الاجتماعي وذكائك الوطني، أنت ما سويت شيء. فيجب أنك أنت تتعلم كل يوم. شوف خلنا نرجع تاريخيا، البحرين يعني ريادة البحرين في العمل الإعلامي المستوى الخليجي كبيرة، يعني إحنا كنا أول إذاعة، إحنا كنا أول تلفزيون ملون، إحنا كنا أول صحيفة، فكثير من الأشياء إحنا لنا السابق والريادة، وهذه ما هي من فراغ، هي من على سواعد أهل البلد اللي كانوا. والبحرين ولادة دائما تخرج أجيال مثقفة ومبدعة وتقدم الأشياء الجميلة. أنا أشوفها بشكل شخصي، يعني كوني أيضا أنا أدرس في الجامعة أيضا لطلبة الإعلام، وأشوف أن هناك في مستقبل جميل لمبدعين البحرين. البحريني مبدع، البحريني متميز، البحريني يحتاج فرصة، تعطي فرصة. واليوم أيضا صاروا هم يخلقون الفرص وهم يعملون الفرص. اليوم نشوف أسماء بحرينية جميلة جدا في كل المجالات، وإذا كنت أتكلم عن المجال الإعلامي اليوم المشهد الإعلامي أنا شخصيا متفائل كثير بأن هناك بيطلع جيل إعلامي مميز يحمل حس المسؤولية الوطنية ويدرك أهمية الإعلام ويدرك دور الإعلام ماذا يقدم فيه. أنا أعتقد أن اليوم كل جيل يطلع جيل أفضل ويطلع جيل متميز ويقدم أفكار جديدة ويقدم ابتكارات في عمل الإعلام ويقدم أشياء ممتازة جدا، وهذا الشيء اللي يخلينا يعني أنا يعني أفرح وأفتخر بالجيل البحريني صراحة، خاصة الجيل الشباب اللي بدأ يعني يتعامل مع التطور التكنولوجي والتطور الفكري مع حس المسؤولية وحس المسؤولية الاجتماعية والوطنية اللي هو يحملها. يعني أنا كل المواقف اللي كانت فيها ألم حولتها إلى أمل صراحة يعني، وكل محنة مريت فيها سويتها منحة، يعني ما كنت أعيش أسير الموقف ولا أسير حزن ولا أسير. مثل ما قلت كل إنسان يمر في مواقف كثيرة في حياته، ولكن كل موقف كنت أمر فيه أخ محمد كنت أحوله إلى شيء إيجابي، إن أنا ممكن إن أنا أتعدى هذه المرحلة وأنتقل. طبعا مع عمرك
ومراحل وتجربتك وحياتك تبقى تطالع الأمور بطريقة مختلفة. يعني الموقف اللي يجيك في أنت عمرك 20 غير الموقف اللي يجيك وأنت عمرك 40، الموضوع مختلف. ولكن الحمد لله في كل المواقف اللي كانت موجودة كنت دائما أشعر بأن هناك في بريق من الأمل خلف هذه المشكلة، ودائما كنت أقول هذه كلها تصريف من رب العالمين، كل اللي يصير في حياتي من نجاح أو من 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 عطف أو كذا ترى كله من رب العالمين، هو مكتوب لي أنا. فأؤمن بالقدر وأؤمن بالنصيب وأؤمن بالأمور، ولكن ما أقف مكتوب في الأيدي، لأن تسعي ويسعي رب العالمين معك. فأنا حتى في المشاكل كنت أحولها من الألم إلى أمل، والمنحة والمحنة إلى منحة كانت موجودة بالنسبة. يعني رحلة الحياة هذه ما كانت رحلة سهلة، ولا ممكن أن كثير من الناس تنظر لأي شخص تنظر له بشكل عام، لكن ما تنظر إلى 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 تنظر لقمة الجبل، لكن ما تنظر إلى جذر هذا الموضوع، ما تنظر إلى السهر والتعب والألم والحرمان وغير اللي حصلها في هذه الرحلة. رحلة لا كان ما كانت مفروشة بالورد ولا بالزغاريد مثل ما يقولونها، لا كانت يعني محفوفة بتعب وبجهد وبسهر وبألم كثير من الأشياء. يعني دائما تميز في عملك، دائما تميز في وجودك، في حضورك، لازم تكون متميز في هذا الشكل. يعني دكتور حضرتك لو عاد بك الزمن اي وفي الثانوية وجبت مجموع طب، نعم تختار ايه؟ تختار الطب ولا الاعلام؟ الان لو يعني لو عاد اعلام اعلام الاعلام اي. يبقى كان توجهك للاعلام قدر تحول الى شخصيه التونسي؟ مش قدر، وانما انا كنت اساسا من صغرتي احب الاعلام. يعني انا كنت في اذاعه المدرسه، كنت انا اللي اذيع، كنت انا اقدم برامج وانا في المدرسه. في مراحل حياتي انا اعشق الاعلام منذ صغري، ترى يعني من الاعلام منذ صغر انا كنت العريف للحفلات المدارس، ايضا كنت في الكشافه، كنت انا اللي اقدم برامج، كنت اعمل مقابلات في ذاك الوقت. فيوم دخلت الاعلام كانه حققت جزء من حلم او شغف اني انا ابغيه يعني بهذا الشكل. رسالتي حق الشباب انه لا تيأس، المجال اليوم انتو جيل تحقق لكم كل شيء، متوفر لكم كل شيء. تحتاجون ايضا الان انك انتو تعيدون ترتيب اولوياتكم ويكون عندكم اهداف وتتركون اثر في اللي انتو تكونوا موجودين فيه. اليوم كل المجالات ممكن انك انت تبدع فيها وتعمل فيها، انت مو محتاج انك انت تبحث عن دعم الاخرين. انت لما تبرز وتقدم عملك وتقدر تبرز ويكون عندك فكر، الناس بتجي لك. لا توقف ولا تيأس ولا تتحلطم كثير، لأن التحلطم ما راح يوديك في مكان، وإنما خليك متفائل جدا. حاول أنك أنت تتغلب على أي ظرف يكون تمر فيه، لأن الحياة محطات والحياة رحلة، وهذه الرحلة أخذها رحلة ممتعة تطلع فيها مثل ما أنت تنتقل من مكان لمكان. هاي رحلة ما بين مولدك لمماتك، ماذا تترك أثر في هذا المولد من هذه الحياة؟ الإمام رافعي يقول لقد مروا من هنا وتركوا أثر. دائما فكر بالأثر، كيف تترك الأثر، الأثر الطيب، الأثر الجميل اللي يقول والله والنعم في من رباه، والله والنعم في من قدمه. دائما فكر في أنك أنت ابن البحرين، اسم البحرين قبل اسمك. شنو ممكن أنك أنت أي شيء بتسويه ترى بيرجع على اسم ديرتك، هذه الديرة اللي كبرتك وكنت موجود فيها وعطتك كل اللي فيها. قيامك الوطنية كيف ممكن تزرعها في عيالك وتزرعها في نفسك. عملك اللي أنت قاعد تقوم فيه دائما خل جزء من عملك لوجه الله، ولا كل أعمالك لوجه الله، ولكن جزء منها يكون في صدقة، صدقة علم، صدقة جهد، صدقة ابتسامة أنك أنت تعمل. حب عملك، خلي يكون عندك شغف، الإنسان بدون شغف ما يقدر يعمل. شوف شيء اللي أنت تحبه، مارس شغفك بهوايتك وعملك. يا بخت من يكون عنده شغفه أو عمله وهو هوايته. فلما تكون عندك يا راح تعطي وراح تبدع. انظر إلى الأسماء اللي كانت قبلك كيف عملت وكيف سوت، اقرأ قصص العصاميين، اقرأ قصص البدايات، ترى راح تعزز من ثقتك في نفسك. يكفي أنك أنت يجب أن تكون عندك ثقة في نفسك، عندك إيمان بفكرك، وعندك أيضا إيمان بعملك اللي تسويه. الأحلام وحدها لا تكفي، ولكن يجب أن تكون هذه الأحلام تتطبق إلى أرض الواقع من خلال خطط وعمل تقوم بها. وفي النهاية كل اللي يصير في حياتك ترى هو